مرحبا. منقيس الناس حسب تيابها ومظهرها الخارجي، بس الألماس لما بينحك بيبين على حقيقته، والامتحان بيصقل الإنسان. من هيك منقول إنه الناس جناس، منها الصادقة والوفية، ومنها المحبة أو الكذابة والخاينة والحاسدة، ومنها يلي بوجهين ولسانين. عرف كيف بدك تختار وما تنغش بالمظهر. المثل بيقول ما تخاف من البحر الهايج، خاف من البحر الهادي يلي دافن فيه أسرار ما بتظهر إلا إذا حركته. كنت أنا على الماشي بدي أتقلك اليوم الإنسان قيمته مش بماله أو بوضعه الاجتماعي ومركزه وعضلاته وتيابه الغالية. الإنسان قيمته بشخصيته ووفائه وقوته وحريته وأهليته إنه يحب نضوج واستقامة. والله معك.